اوكي، نيجي اول شيء اللوزنجز. هي عبارة عن شكل دوائي من الاشكال الدوائية الصلبة، وفعليا هي زي حبوب الستريبسلز يمس. هي عبارة عن اقراص، الاقراص هاي بتدوب ببطء في الفم، تمام؟ بيجي قوامها هيك صلب. والباستيلز برضو هي احد الاشكال الدوائية الصلبة، ولكن في فرق بين الباستيلز وبين اللوزنجز. رح أعطيكم واجب هسه رح تسلموه خلال المحاضرة، بس رح أفتحه لمدة نص ساعة. تكتبوا لي تقرير شو هو الفرق بين اللوزنجز وبين الباستيلز وترفعوا لي إياه قبل ما أشرح المحاضرة. مقارنة بين اللوزنجز والباستيلز. بدي أكمل الانترودكشن. بحكي لنا لوزنجز and pastilles are solid dosage forms intended to be dissolved slowly in the mouth. يعني هم شكلين أقراص من الأشكال الدوائية الصلبة، بينعطوا بحيث إنهم يذوبوا ببطء في الفم. أنتوا عارفين حبة الستريبسلز بتنحط بالفم وبتضل تمتزج مع اللعاب لحتى تذوب ببطء، وبتعمل تأثير موضعي اللي هي في حالات التهاب الحلق. They consist of one or more active ingredients. بتكون تتكون من مادة فعالة أو عدد من المواد الفعالة مع بعض، ومخلوطة mixed with sweetened and flavored base. بيكون القاعدة دائما لهاي الحبوب بتكون قاعدة حلوة فيها نوع من الحلاوة، أو لازم تكون منكهة إلها طعم. زي مثلا بتعرفوا الستريبسلز بيجي منه بنكهة الليمون مثلا أو النعنع. وبالتالي حتى الملبس يا مثل اللي احنا بنحكي عنه ملبس زي حبوب النعنع اللي بتيجي اقراص مص، هدول كلياتهم نعتبرهم لوزنجز، تمام؟ اذا بحكي لنا انه غالبا اللوزنجز بتكون القاعدة تاعتهم منكهة وطعمها طيب او طعمها حلو، and can be produced، وغالبا ممكن يتم انتاجها او تصنيعها يا اما بالتابلت مولدينج or tablet compression. يعني بتلاقي التحضيرة انك انت دوبت المكونات مع بعض في القاعدة وبعدين صبيتها بقالب، والقالب جمدت هاي المكونات جوا القالب واخذت شكل القرص، او التابلت compression يعني ممكن انك تحضرها بطريقة الكبس او الضغط. نيجي للباستيلز بيسز. الباستيلز يا مس، نيجي للار اكس تاعتها قبل ما نبدا بتفاصيل المكونات تاعتها. لاحظوا انه معطينا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مكونات بتدخل بتحضيرة الباستيلز. طيب لكن شو الفرق يا مس؟ الفرق بين اللوزنجز والباستيلز انه اللوزنجز تيجي صلبة القوام يعني قاسية زي الستربسل زي الملبس اللي حكينا عنه، بينما الباستيلز بيجي شوي يعني طرية الى حد ما، يعني اشبه بشو بال تعرفوا الكاندي، اشبه بالكاندي، اوكي؟ وبالتالي لاحظوا انه هون حاطين جيلاتين. انتو بتعرفوا الجيلاتين هو الجيلي، المادة اللي بنصنع منها الجيلي او الكاندي، عشان هيك قلت لكم هي اشبه بحبوب الكاندي. الجيلاتين بيكون عبارة عن المادة الرابطة للمكونات، يعني بتربط الجزيئات مع بعض، بسميها بايندر او جيلينج ايجنت. جليسيرول هذا اللي هو المركب حكينا عنه قبل هيك، هو عبارة عن الهيوماكتنت فيسكاس. صوديوم بنزويت هذا عبارة عن أنتي فانجل أنتي سيبتك دي كونجستنت، يعني مضاد فطري أو معقم، أو أحيانا بيستخدموه لإزالة الاحتقان. ستريك أسيد هذا أنتي فايرال أو بريزيرفاتيف أو فليفر، ممكن يقوم بأحد الأدوار التالية. سكروز كلكم عارفين إنه السكر عبارة عن سويتنينج ايجنت، والليمون أويل عبارة عن فليفر أو نكهة كمان له تأثير معقم ومطهر. نيجي للأمارانث سوليوشن، هو عبارة عن ملون للتحضيرة أو للأقراص.
purified water، طبعا هو القوام الرئيسي اللي بدي أدوب فيه المركبات وأمزجهم مع بعض، وبعدين أصبهم بالقالب زي ما حكينا ونحضر الأقراص. نيجي هون اللوزنجز اند باستيلز، هدول التحضيرتين are chewed to lubricate and soothe irritated tissue of the throat. غالبا سواء الحبوب اللي بتيجي مدغ او الحبوب اللي بتيجي زي ما حكينا زي الستريبسلز، هدول يعني ممكن تمدغهم، تشود يعني مدغ، تكسرهم داخل الفم. to lubricate and soothe يعني عشان يرطبوا ويطروا الirritated tissues، الأنسجة المتهيجة اللي موجودة بالثروت. الثروت يعني الحلق، كلياتنا نعرف لما يكون في التهاب حلق بيكون في ألم بمنطقة الحلق، ولما بتحط حبة الستريبسلز بتحس زي كأنه في تأثير مرطب هيك أو ملطف على الحلق. Because of their antibacterial properties، شو السبب إنه إحنا بنحس إنه شوي الألم خف بعد ما ناخد حبة الستريبسلز؟ لأنه بتحتوي على مواد إلها تأثير مضاد للبكتيريا. إذن because of their antibacterial properties lozenges and pastilles can be breath fresheners، كمان ممكن هدول يعطوا ريحة حلوة لنفس الشخص، يعني زي ما بنحكي معطرات للفم أو للنفس، eliminating odor causing bacteria in the mouth، بيشيل حتى الرائحة السيئة اللي ممكن تكون موجودة في حلق أو فم المريض. They should be taken in moderation due to some active ingredients that could be hazardous to the health if consumed in large amounts. يعني صح هم تأثيرهم موضعي في الحلق وممكن الواحد ياخدهم يشعر انه الألم خف، ولكن لازم ما ياخد كمية أكبر من اللازم، لأنه إذا أخد أقراص أكبر من العدد المسموح فيه ممكن يكونوا يحتووا على بعض المركبات اللي إذا اتاخدوا بكميات كبيرة يكون لهم ضرر أو مخاطر على صحة الإنسان. Lozenges and pastilles should be prepared in clean area to prevent microbial contamination. بحكي لنا إنه من أحد الشروط لتحضير الأقراص المدغ أو أقراص المص إنه تكون الظروف يعني ظروف التصنيع في المختبر أو في المصنع في منطقة معقمة خلينا نقول، أوكي، أو في منطقة نظيفة خلينا نقول. ليه؟ لأنه ما بدنا يحصل أي microbial contamination، ما بدنا الحبوب هاي أو الأقراص إنها تتجرثم. هون في عنا نوت إنه الجيلاتين can be substituted with agar، بقول لك ممكن تبدل بالتحضيرة، بدل ما تستخدم الجيلاتين تستخدم مادة اسمها الأجار أو الأجار، هي بتنحكى أجار. in which the later can provide shining and shimmering appearance. الأجار ممكن يعطي زي لمعة أو glowing هيك، يعني shimmering يعني إضاءة خلينا نقول أو لمعة للتحضيرة، فبتلاقي إنه حبة الملبس هيك ممكن يطلع شكلها أفضل، زائد إنه besides being suitable binder، زائد إنه هو كمادة رابطة للمكونات أفضل من الجيلاتين. إذا هون بقول لك ممكن نبدل الجيلاتين بإيش حكينا؟ بالأجار. طيب نرجع للمكونات هيك نحكي عنهم بشكل سريع، إيش هن المكونات؟ الباستيلز، هلأ إحنا عم نحكي ركزوا يا مس على الباستيلز، بحط هيك مربع وبكتب رقم واحد. الباستيلز قلت لكم أساس مكونتها أو هي طرية شوي زي حبات الجلو أو الكاندي، السبب لأنه مكونها الرئيسي هو الجيلاتين والجليسيرول. بحكي لنا هون الجيلاتين is translucent colorless brittle when dry nearly tasteless solid substance. هاي مواصفاته الفيزيائية، إنه هو شفاف بدون لون، هش تقريبا ما إله طعم، وبيجي مادة صلبة. derived from collagen of animals skin and bones، حكينا إنه مصدر الجيلاتين هو مادة الكولاجين اللي متاخدة من جلود الحيوانات أو عظامهم. It's commonly used as gelling agent، هو مادة
تعتبر اللي المادة اللي هو ما بعرفش بالعربي، بس هي جيلينج ايجنت، يعني بتخلي قوام التحضيرة مش ماد مش سائل عادي، لا زي الجل، and as a binder، فبالتالي زي كأنها ربطت المكونات مع بعض in food pharmaceuticals and cosmetics manufacturing، يعني بتدخل في الصناعات الدوائية أو الصيدلانية أو حتى صناعات الأكل أو الصناعات التجميلية. نيجي للجليسيرول، هو عبارة عن بولي اول كومباوند. يعني بولي اول كومباوند يعني عديد الاو اتشات بالمركب. اوكي هاي لاحظوا، هاي هون تركيبة الجليسيرول، في هون او اتش وهون كمان او اتش وهون كمان او اتش. It is colorless يعني ما له لون، odorless ما له ريحة، viscous liquid سائل، خلينا نقول لزوجته عالية. يستخدم بكثرة الجليسيرول بالتحضيرات الصيدلانية. فور جليسيرول has three hydrophilic hydroxyl groups، حكيت لكم انه فيه ثلاث مجموعات OH group. فيه ثلاث مجموعات OH group، هيا هون واضحة بالرسمة. وبالتالي بيكون هو قطبي، بحب يدوب بالمي. for its solubility in water and its hygroscopic nature، كمان إله دور أو إله خاصية إن هو بحب امتصاص الرطوبة من الجو. لحظة شوي، طيب حكينا الجليسيرول عنده ثلاث مجموعات هيدروكسيل جروب، وبالتالي بتعطي المركب الخاصية انه هو قطبي، وبالتالي بيحب يدوب بالمي حكينا، وهو هايجروسكوبيك ان نيتشر، قلنا معنى هايجروسكوبيك يعني بيميل الى امتصاص جزيئات الماء او الرطوبة الموجودة بالجو. الجليسيرول باك بون از سنترال تو اول ليبيدز نون از ترايجليسرايدز، بحكي لنا هو كهيكل أساسي لمعظم المركبات اللي معروفة باسم الترايجليسرايدز. وجليسرول is sweet tasting and of low toxicity، إله طعم حلو وسميته قليلة. نلاحظ هون المركب الثاني اللي هو اسمه الصوديوم بنزويت، هاي حلقة بنزين وهاي صوديوم بسموه صوديوم بنزويت. Is sodium salt of benzoic acid and exist in this form when dissolved in water. يعني هو عبارة عن ملح لمركب البنزويك أسيد، وموجود بهاي الصورة لما مندوبه بمي، يعني بصير ملح في المي. بنزويك أسيد هاي صيغته is colorless crystalline solid، هو مادة صلبة كريستالية ما إلها لون، and the simplest aromatic carboxylic acid، وهي أبسط نوع من مركبات الحمض الكربوكسيلي. The name derived from gum benzoin which was for long time the only source of benzoic acid. الاسم مشتق أو شو أصل الاسم شرح لنا. This weak acid and its salts have، هلأ هون اللي بيهمنا إنه بيحكي لنا هذا الحمض والملح تاع الحمض إله خصائص مضادة للفطريات، هيها antifungal properties and are used as food preservatives، وهي برضو بتدخل بالأكل بالصناعات الغذائية كمادة حافظة. in medical ointments ممكن تدخل في بعض المراهم الطبية as topical antiseptics.
لتأثيرها المعقم أو المطهر الموضعي and inhalant decongestants، وحكينا إنها ممكن بتعالج الاحتقان في بعض الأدوية اللي بناخدها عن طريق الاستنشاق. نيجي للستريك أسيد، حمض الستريك هو عبارة عن حمض عضوي ضعيف، is a weak organic acid. It's natural preservative and is also used to add an acidic or sour taste to food or soft drinks. ممكن يتم إضافة هذا المركب لبعض المشروبات أو بعض أنواع الطعام لإيش؟ لحتى يعطي طعم حامض أو طعم حمضي في المشروب، يعني العصير أو الأكل. It exists in greater than trace amounts in a variety of fruits. موجود في بعض الفواكه and vegetables والخضروات. Most notably citrus fruits وبالذات في الحمضيات يمس مثل الليمون and lime have particularly high concentration of this acid. بالذات الحمض اللي هو تاع الليمون أو الليمون يعني فيه مادة نسبة عالية أو تركيز عالي من هذا الحمض. At room temperature citric acid is white crystalline powder. لما يتم استخلاصه بيكون هو عبارة عن بودرة كريستالية لونها أبيض. It can exist either in an anhydrous form. ممكن يكون موجود على شكل anhydrous. شو يعني anhydrous؟ يعني نفس جزيء الحمض غير مرتبط بجزيء ماء. Or as monohydrate form. الشكل الثاني إنه بيكون جزيء الحمض مرتبط بجزيء ماء واحد. Monohydrate يعني مرتبط بجزيء ماء واحد. Citric acid is used as an active ingredient in antiviral preparations. يعني بيكون هو كالمادة الفعالة بالتحضيرات اللي بيكون إلها تأثير مضاد للفيروسات. Okay. As a flavor ممكن يكون منكه and as a preservative ممكن يكون مادة حافظة زي ما قلنا في بعض الأكل أو العصائر. نيجي للليمون، ليمون اويل اللي هو زيت الليمون، طبعا هو essential oil extracted from citrus limonum. Lemon fruit peels يعني من قشرة الليمون. It's usually yellowish or light green in color. لونه بيكون على صفار أو أخضر فاتح. And smells like freshly sliced lemon. كلياتنا لما نقطع الليمونة بنشم الريحة المميزة تاعت زيت الليمون. Unlike many other essential oils which are extracted by distillation. Lemon oil is usually manufactured in cold extraction. هون بحكي لنا إنه دائماً الليمون، زيت الليمون ما بنعمل له تقطير زي أغلب الزيوت الأساسية، لكن إحنا بنستخدم له طريقة اسمها cold extraction يعني الاستخلاص البارد. In which the cyst, the yellow part of the peel, is machine depressed to squeeze out the scented oil. يعني بيشيلوا اللي هي القشرة الصفراء يمس وبيعصروها، بيضغطوا عليها بحيث إنه يطلع هذا العطر تاع الليمون. ليمون أويل is natural astringent and antiseptic. هذا هو دوره بالتحضير، إنه هو astringent يعني بيعمل زي انقباض هيك بالأنسجة، and antiseptic معقم أو مطهر، معقم هو على الأغلب. سكروز اللي هي مادة السكر، أكيد هي التيبل شوجر، السكر المعروف اللي احنا بنستخدمه، هو white odorless crystalline powder، بودرة كريستالية لونها أبيض طعمها حلو with a sweet taste. It's best known for its role in human nutrition. كلياتنا بنعرفها لأنها بتدخل بالعديد من الأغذية تاعتنا. نيجي هون The molecule is disaccharide derived from glucose and fructose. السكر هو السكر، السكروز هو سكر ثنائي. لو حبينا إنه نعرف هو الوحدات الأساسية لإله هم عبارة عن الفركتوز والجلوكوز، والمولكيولار فورميلا الصيغة الجزيئية إله هيها. سكروز is used as sweetening يعني هو مادة محلية and also act as food preservative. أحيانا بتكون مادة حافظة لكن لو استخدمناها بتركيز عالي. بضل عندنا مادة الأمارانث. اللي هي
لها أسماء تانية. red number two, food red nine is a dark red to bear bear as you die. يعني هي صبغة لونها أحمر غامق لبنفسجي. it's an anionic dye, نوعها من الصبغات السالبة الشحنة. usually comes as, تيجي على هيئة تراي صوديوم سولت, ملح ثلاثي الصوديوم. amaranth was once used as food dye and to color cosmetics, ممكن يستخدموها في تلوين الطعام أو تلوين مواد التجميل. أوكي طبعا بيستخدموها من سنة 1976. it has been banned in the United States by Food and Drug Administration, ولكن تم منع استخدام هاي المادة في الولايات المتحدة. فبالتالي منعوا استخدامها, ولكن its use is still legal in some countries, لسه مسموح في استخدامها في بعض البلدان أو الولايات. from the amaranth grain, الاسم مشتق من amaranth grain, distinguished by its red color and edible protein rich seeds. بالبروتينات. طبعا احنا شرحنا الـ RX وشفنا المكونات تاعت الباستيلز وقرأنا هدول النوتس وعرفناهم. بضل هسا نعمل الكالكوليشن. تمام, الكالكوليشن سهل كتير يا مس. احنا زي ما حكينا بنطلع الفاكتور اللي هو فعليا كم الكمية اللي احنا بدنا نحضرها, وبنقسمها على الكمية تاعت التوتال, كمية الكاملة. بما انها up to 100 معناته التحضيرة كلها عندي 100, والمواد السائلة اللي معطيك اياها بالوزن بدك تحولها لمل, بدك تحولها لحجم لانها مادة سائلة, فاحنا بدنا نستخدم فيها ادوات قياس الحجم. فبتستخدم قانون الكثافة عشان تحول الكتلة لحجم. اوكي, هاي الجليسيرول هون مفرجينك انه كيف حولوا الجليسيرول فوليوم, حولوا اللي هي الكتلة. بدنا نحول من الفوليوم, معناته هي عبارة عن ايش؟ ماس على دنسيتي. الماس كم هون الجليسيرول؟ هيها 40, اخذ لي اياها بالبسط 40, وهي الكثافة تاعت الجليسيرول طلع انه بده ياخد 32 مل. وطبعا بدنا نكمل باقي المكونات اللي هي بالتحضيرة. تمام, وتحسبهم كلهم كاملين والبروسيجر والليبلينج كالعادة. تمام, وفي عنا هون additional procedure آخر إشي اللي هي إيش؟ اللي هي كيف نحضر الأمارانث سوليوشن اللي هو تركيزه 1%. هذا ما بيجيك جاهز, هذا أنت بدك تحضره بالأول وبعدين تستخدمه. بدك تحضر طبعا كمية حسب الكمية المطلوبة بالتحضير الأصلية هون عندك, وبعدين بدك ترجع إيش تكمل على التحضيرة. رح أوقف هون الجزء الأول. أنا لحد هون رح أعتبر إني شرحت لحد الكالكوليشن, وأنتوا عليكم هسا تكملوا باقي البارت وترفعوا لي على الموقع.